السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، ورحبكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الطيبة بإذن الله من برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عنوان حلقتنا اليوم معجزة الرقم واحد. أما موضوع هالحلقة نتكلم عن النجاح وأسباب النجاح، كيف أكون ناجح، وأهمية إسهامك في نجاح الآخرين، وهل نجاح الغير نجاح لك؟ هل كل نجاح يعتبر نجاح إذا الإنسان نظر إليه أن نجاح؟ كلام كثير جدا إن شاء الله عن النجاح وأسبابه ومجالات التنافس، وين يكون التنافس ومتى يكون النجاح. أسئلة كثيرة نحتاج إلى إجاباتها، وإجاباتها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. حياكم الله. رقم واحد رقم جميل، وكلمة أفضل وأكبر وأحسن وأول، كلمات جميلة إنسان يحاول أن يسعى لها. كم من الجميل يوم يقولون لك طلعت الأول على الدفعة، أنت أحسن واحد في الدوام، أنت أحسن أم شفناها تربي عيالها. الوصول إلى النجاح، الوصول إلى الرقم واحد، شيء جميل جدا، والحمد لله نحن نعيش في دولة مباركة. الرقم واحد من أهدافنا، وإن شاء الله راح نتكلم عن الرقم واحد في دولة الإمارات في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. خلونا الحين نتعرف على النجاح وتنافس الحصول على الرقم واحد بمعايير. النجاح له مكونات. عندك في النجاح الناجح اللي هو الشخص، وطريق النجاح الدرب اللي أسير فيه، والنجاح نفسه النتيجة. شو هي المعايير اللي أحتاجها عشان أصل لنجاح حقيقي؟ أول شيء النجاح نفسه، الهدف، هل هو فعلا نجاح أو لا؟ هل هو فعلا نجاح أو لا؟ عند أهل السرقة صلى الله عافينا وإياكم، الوصول للمسروق والحصول على المسروق والحصول على مبلغ أكبر والنجاة وعدم القبض من قبل الشرطة يعتبر نجاح عندهم هم، لكن هل هو هذا نجاح صحيح؟ نجاح باطل. الوصول إلى الشهرة بين الناس والحصول على المتابعين واللايكات مثل ما يقولون وغيره عند البعض نجاح، لكن كيف وصل هذا للشهرة هذه؟ هني في أسئلة، هل بطريقة صحيحة، هل إلى آخرة. ليس كل مشهور ناجح. شخص ناجح لكن عشان ينجح أفشل آخرين، أسقط آخرين، هل هذا يعتبر نجاح؟ وإن كان في الظاهر إنسان ناجح، نجاحه سليم، طريقته يعني المكان اللي وصله مكان جميل جدا ويخدم الناس، لكنه سلك الطريق اللي ضر من خلال طريق ضر فيه الآخرين. إذن عندنا ثلاث أشياء. نافس، انطلق للرقم واحد، اسعى للنجاح. بل الإنسان اللي ما يسعى للأهداف في حياته إنسان مثل ما يقول ما عنده هدف، وهذا يسبب الاكتئاب ويسبب الضيج ويسبب القلق. ما عنده هدف، لا بد تكون عندك أهداف دنيوية وأخروية بنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. لكن خلونا الحين في المعايير. أول شيء قلنا النجاح، لازم أكون على ثقة أن النجاح هذا نجاح صحيح وحقيقي، ما في مضرة للآخرين، ما في غش، ما فيه أمر لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. بعدين هل النجاح هذا مقدور عليه؟ بمعنى إذا كان النجاح مو مقدور عليه، بس أنا أتكلم في ضرب من الخيال، أنا راح أضيع وقتي وجهدي في أمر ما راح أوصل له أبداً. الإنسان يكون واقعي في حياته. مثلا لو يوه حين أطباء قالوا نحن نسعى لأن نكون الرقم واحد في اكتشاف دواء يمنع الإنسان من الموت. الموت حق، هذا شيء اتفق عليه الناس جميعا أن الموت حق، والله ذكره في القرآن، يعني أي عاقل يعرف أن الإنسان يموت وينقطع عن الحياة. هذين بيسون 20 و30 و40 سنة وأموال راح تصرف، ما راح يصلون للنتيجة، ما راح يصلون للنجاح. إذن
هذا نجاح غير مقدور عليه. حتى في أمور قد تكون مقدورة لغيرك، غيرك يقدر عليها بس أنت ما تقدر. شخص غير مؤهل للدخول في السلك العسكري مثلا، عنده إصابة في ظهره، عنده أمر ما تقدر تدخل. خلاص لو سويت عمليات خاصة، هذه المعايير المطلوبة. لا تضيع وقتك وجهدك أنك تصل لشيء أنت غير مؤهل له. هذه أيضا رسالة للآباء والأمهات، شوف أبنائك شو مؤهلاتهم للنجاح وشو النجاح اللي يقدرون يستحقونه. مثلا واحد عنده ولد، الله ما أعطاه قوة عقل مثلا في المواد العلمية اللي هي الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، خاصة مثلا رياضيات والفيزياء. يقول لا، أنا أبا ولدي يكون مهندس، ويزرع في ولده أنت لازم تكون مهندس. طيب ولدك مسكين ما يقدر يكون مهندس، لكن هو قد يكون مبدع في جانب آخر أنت ما اكتشفته فيه، فحرام تضيع وقتك وقته وجهدك وجهده. إذن المهم أن يكون النجاح هذا فعلا نجاح حقيقي، نجاح يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم نجاح مقدور عليه. بعدها سلامة الطريقة، طريق النجاح، لابد أسلك طريق صحيح واضح ما في مضرة للآخرين عشان أصل للنجاح. أنا ممكن أصل لنكون مدير دائرة بس أكون ضريت كثير من اللي حولي، وقعت في الكذب، وقعت في الظلم، وقعت في غيره عشان أصل للنجاح. توصل لمدير دائرة هذا نجاح، أحد يخالف على هذا نجاح؟ نعم، لكن طريقتك للوصول للنجاح خاطئة جدا. الغاية ما تبرر الوسيلة، الغاية ما تبرر الوسيلة. إذا كانت الوسيلة محرمة، إذا كانت الوسيلة فيها ضرر، ما نقول أنها تبرر الغاية أبدا. أخيرا سلامة النفس، إحنا قلنا النجاح، بعدين قلنا الطريقة، بعدين أنت نفسك ليش تبى توصل؟ اسأل نفسك السؤال، ليش أبى أوصل للمنصب الفلاني؟ ليش أبى أوصل للنجاح الفلاني؟ عشان والله أشوف نفسي على الناس، أتكبر، عشان أنتقم من فلان، عشان كذا، عشان كذا. راجع نفسك، هذا لو طريقتك كانت صحيحة وهدفك صحيح، لكن نفسك فيها خطأ، لابد أن الإنسان يراجع نفسه. ما أجمل الناس اللي حطوا هدف صحيح وطريق صحيح، طريق صحيحة، صدورهم كانت سليمة، تحب الخير للآخرين، فوصلوا إلى النجاح، وهذا هو النجاح الحقيقي. مشاهدينا الكرام، دائما إنسان لابد أن تكون له نظرتين، نظرة للدنيا يسعى لها ويحاول أن ينجح فيها وغيره، ونظرة للآخرة. والله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متى قال سبحانه وتعالى هذه الآية؟ بعد ما ذكر نعيم الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك الجنة ونعيمة فليتنافس المتنافسون. هذا أعظم تتنافس، أعظم تنافس تتنافس فيه، وأول تنافس تهتم به. ليش؟ كل منافساتك في الدنيا على النجاح تنتهي بانتهاء الدنيا، والإنسان ما له مفر، إما الدنيا تزول عنه أو هو يزول عنها، فالموت حق. أما التنافس على الآخرة فهو الذي يبقى، وهو الذي جهده ما يضيع أبدا، وهو الذي النتيجة فيه مضمونة. أنت قد تسعى للنجاح في الدنيا وتحاول وتحاول وتسعى لكن ما توصل. صح سعيت وبذلت والحمد لله، قدر الله أني ما وصلت، أما نجاح الآخرة فهو مضمون من عند رب العزة سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الله ما يخلف الميعاد، فعلت كذا تحصل على كذا، انتهى. ثقلت موازينك فأولئك من المفلحون، انتهى. فوعد في عيشة راضية، انتهى. وكل تنافس تتنافس فيه على الآخرة فهو تنافس مضمون. وإن، والجميل إن ما وصلت، بمعنى أنا تنافست مع أصدقائي وأخواني أن أحفظ القرآن الكريم، ما قدرت أحفظه، لكن أنا في الدرب، ستحصل على الجزاء، من هم بحسنة فلم يعملها فله حسنة كاملة، فإن عملها فله 10 أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. التنافس للآخرة جميل جدا. ليش؟ أول شيء ما يضيع، ثاني شيء مو دائما لازم توصل
النتيجة. أنا إنسان دخلت مثلا شاركت وتطوعت في مركز المعلومات الإسلام والمراكز اللي تدعو غير المسلمين للإسلام، لكن ما نجحت، ما حد أسلم عيدي، شو أسوي؟ الله ما وفقني، أجري يضيع؟ أبدا أجرك ما يضيع، أنت ياس تتنافس على أمر أخروي الله سبحانه وتعالى يحفظه لك. وكل ما كان يعني كل ما كانت قيمة الهدف أعظم، كل ما كان الهدف أكبر وأجمل، كان التنافس أقوى. ناس الآن كثير تسعى للمال، تسعى للولاد الصالحين، كل أشياء جميلة جدا، أهداف نبيلة وجميلة. تخيل تحط الجنة نصب عينيك والنجاة من النار نصب عينيك، هل في أعظم من هذا الهدف؟ إن الله يرزق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها رضوان من الله، فيها سعادة حقيقية ولذة أبدية، ما في أعظم من هذا الهدف. فهذا هو التنافس الحقيقي، التنافس على الآخرة، دون أيضا ما ننسى التنافس في مجالات الدنيا، حتى الإنسان يرفع من مستواه، يرفع من شأن وطنه، من شأن أمته. مجالات التنافس كثيرة، مجالات التنافس كثيرة، مجالات تنافس في العبادة، في حفظ القرآن، في تحصيل العلم، في تثقيل الموازين، في قيام الليل، تنافس حتى مع نفسك. رمضان اللي طاف أنا كنت أصلي ساعة أو ساعتين، رمضان هذا بنافس نفسي، أصلي ساعتين، أصلي ثلاث ساعات، بشوف اللي حولي، والله أخوي مثلا أو أمي في البيت أو أبوي في البيت يصلون أكثر عني، بنافسهم. أخوي خلص ختمة قرآن في أول أسبوع، بنافسه. هكذا التنافس في العبادات، الوصول للرقم واحد. سؤال جميل سبحان الله، ما بنعرف إجابته، لكن جميل، يعطي إنسان هدف في سعيه لربه، في سعيه للدرجات العالية. كم مسلم عبد الله سبحانه وتعالى من آدم عليه السلام إلى اليوم، كم رقمنا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كم رقمك عند الله سبحانه وتعالى؟ قال ما بنعرف إجابته، لكن جميل أن إنسان يتأمله. مجالات التنافس، مجالات النجاح، النجاح الشخصي، حط لك أهداف، لا تعيش بدون هدف، خلك دائما ناجح. أنا الحمد لله في دولة تشجع على النجاح، تشجع على الرقم واحد، بأخذ شهادة، بأخذ دورات، بطور من مستواي في المهارات المعينة، وأيضا النجاح الجماعي، نجاح الفريق، نجاح الفريق نجاح لك لو أنت ما ظهرت في الصورة. مجالات التنافس، مجالات النجاح كثيرة جدا. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتكلم عن أخلاقيات التنافس، عن أخلاقيات التنافس وأهمية زرع روح التنافس في أبنائنا، ونأخذ قصة نجاح الإمارات بإذن الله تعالى. بعد الفاصل نتواصل. حياكم الله وبياكم في برنامجكم فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. تكلمنا قبل الفاصل عن معجزة الرقم واحد وعن جمالية الرقم واحد، وخذنا معايير التنافس، أنه يكون في ناجح، يكون في طريق للنجاح الشخص نفسه، ويكون النجاح نفسه، وكيف النجاح الحقيقي من النجاح المزيف. تكلمنا عن مجالات التنافس، خلونا نتكلم الحين عن أخلاقيات التنافس، عن أخلاقيات التنافس وعن زرع روح التنافس في أبنائنا، التنافس الناجح، وكذلك عن قصة نجاح الرقم واحد في الإمارات. نبدأ بأخلاقيات التنافس، وأعدد لكم بعض الأخلاقيات وهي كثيرة. حياكم الله، نبدأ بأخلاقيات التنافس. وحقيقة أخلاقيات التنافس كثيرة، لكن خلونا نركز على أهم الأخلاقيات وعلى القواعد اللي يحتاجها الإنسان في كل تنافس للرقم واحد وللنجاح. أول الأخلاقيات
الالتزام بما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هل عندك هالقاعدة في التنافس؟ والله ترتاح. كل ما أقدمت على عمل في التنافس والوصول رقم واحد، اسأل نفسك السؤال هذا، هذا عمل مشروع؟ هذا يرضاه الله سبحانه وتعالى أو لا؟ لأنك حتى لو نجحت على حساب دينك وعلى أمر ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، صدقني الله ما راح يطرح البركة في هذا النجاح. أشوف دور هذا يرضي ربي ما يرضي ربي. لا تنسى وانت تسير إلى الرقم واحد في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية، السلاح العظيم هذا الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمنا أن دائما ندعي بالأعلى. قال إذا سأل أحدكم ربه فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، خلك عازم في دعاك، وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، خل رغبتك عظيمة. قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، الفردوس الأعلى أعلى درجة في الجنة. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم تسأل الله اسأل الله الشيء الأعظم، اسأل الرقم واحد. الله سبحانه وتعالى ذكر دعاء عباد الرحمن، يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما رقم واحد. فيلتزم الإنسان بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. من أخلاقيات التنافس ذكرت أمر الدعاء، كذلك الالتزام بالقوانين. دولة وضعت قوانين الإنسان يلتزم فيها، ما يخرق القوانين ويخالف دولته ويعصي ولي أمره، قد يقع ضرر بالآخر من أجل أنه يصل للنجاح فينتبه لذلك. عدم النجاح على حساب الآخرين، هذا مهم جدا. قد تنجح لكن على حساب غيرك وتضر غيرك في هذا وتمنعه من ما يستحق، فأي نجاح تتكلم عنه إذا أنت ناجح وصعدت على الآخرين؟ قد يدعون عليك، الله ما يوفقك، واحد مثلا وصل لمنصب معين أو غيره وأضر غيره، أدعية الناس ما تخلص، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، والله يرفع إيده ويدعو عليك دعوة، نجاحك هذا رقم واحد يصير رقم، الله المستعان. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، حب الخير للآخرين، وانت ساير في طريق النجاح حب الخير لغيرك، خذ الناس وياك. النجاح يعني صح رقم واحد وواحد بس مش مقتصر على فرد واحد. شو المشكلة لو في دفعتك 10 متخرجين بمرتبة الامتياز ومرتبة الشرف ودرجة الامتياز؟ شو المشكلة؟ المشكلة إذا في 10 أو 20 أو 100 واحد عندنا في الدولة عندهم هالتخصص النادر، بالعكس هذا يعني حتى يعزز من مكانك، مكانتك، في ناس حولك بيكونون ناصحين، في ناس ناجحين حولك، عكس ما تكون محاط بفاشلين وتشوف عمرك إذا سويت أي شيء أنت ناجح. نفس اللي واحد بين شلة ناس كلهم عندهم سادس ابتدائي، فهذا إذا ياب صف سابع وإعدادية أو ثانوية هذا أو أنجز إنجاز عظيم، لكن اللي محاط بناس جامعيين لا، التنافس هني يختلف. أنت تطور حتى من نفسك. الابتعاد من أخلاقيات التنافس عكس محبة الخير للآخرين، ابتعاد عن الحقد والحسد. خزائن الله سبحانه وتعالى ملأ والنجاح موجود، مو معناته إذا نجح غيرك أنك ما راح تنجح، بالعكس مثل ما قلت ناخذ بيد الناس إلى النجاح. كم من الناس ما شاء الله تبارك الرحمن أمثلة جميلة جدا في أنهم نجحوا وأخذوا غيرهم للنجاح معاهم. هذا نجاح لك أنت، أن غيرك أنت كنت سبب في نجاحه. مثلا في الدوامات، إذا أنت سعيت للنجاح وخذت منصب مثلا مدير وهيأت اللي تحتك أنه يأخذ منصب رئيس قسم ويشتغل بنجاح، أنت أصلا نجحت أنك وصلت مدير وتسببت في نجاح غيرك، وأيضا أنت بترتاح لأن اللي تحتك بيكون إنسان ناجح وفاهم. نظرة هاي القديمة أنه ما بعلمه عشان ما يأخذ مكاني، ترى في أماكن أعلى أنت تبغى تتم في نفس المستوى هذا إلى آخر حياتك، لا، أنا باي مكاني عشان أنا أنتقل لمستوى أعلى. أنا الله ما فتح لي مثلا في مجال معين من المجالات، بأخذ أخوي، بأخذ ربيعي، بأخذ صديقي، نجاحهم ترى نجاح لي. نجاح بعض الناس نجاح
نجاح لك. خلونا الحين ننتقل إلى زرع روح التنافس في أبنائنا بطرق عملية جميلة. اجعل لأبنائك مسابقات، هذه من أعظم الوسائل اللي تزرع روح التنافس، مسابقات على هدايا رمزية في وقت معين، مثلا مسابقة اللي يحفظ صورة مثلا صورة النبأ أو جزء عما أو المعوذات إذا كانوا صغار وايد، وبعطيكم هدية تنافس، وتعلمهم أنهم يساعدون بعض. سير سمع حق أخوك، سير ساعد أخوك في الحفظ، سير ساعد أختك في كذا، تعلمهم التنافس وتعلمهم حب الخير الآخرين في نفس الوقت. نعطيهم الأحاديث النبوية اللي تدعو للنظر إلى معالي الأمور وترك سفاسف الأمور. بهذا نطلع بجيل يحب التنافس، يحب الرقم واحد بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. خلونا نختم الحلقة هذه بالسالفة الجميلة هذه، من أجمل السوالف في قصة النجاح والرقم واحد. قبل 50 سنة تقريبا، صحراء خالية وكان في شيء من الفقر، لكن سبحان الله لما يا شيخ زايد رحمه الله والشيخ راشد أخوان حكام الإمارات الله يرحم الجميع يا رب، وتنافسوا على الرقم واحد مع بعض، خلونا نتحد، خلونا ننجح، خلونا نصعد، سبحان الله بعد 50 سنة يعني أبهروا الناس وأبهرنا الناس بالرقم واحد، بل إنها صارت ثقافة حين تنافس في كل الدوائر، في الوزارات، في غيرها، في المدارس، أحسن جهة كذا وأحسن جهة كذا. قصة جميلة جدا في كيف وضعوا الهدف اللي هو النجاح ومشوا على طريق صحيح، وكانت النفوس سليمة، النفوس تحب الخير الآخرين. أغلب كلام شيخ زايد الله يرحمه اهتمامه وسعادة المواطن، سعادة الإنسان، شيخنا الله يحفظهم، الحين أغلب كلامهم ليش نبغى نتنافس ونوصل لرقم واحد، مو حتى نتباهى على الآخرين، لا، نبغى نسعد الإنسان، نبغى الإنسان يعيش حياة أفضل. هذا سبحان الله من أجمل التنافس، من أجمل القصص في الوصول للرقم واحد في فترة قياسية قصيرة. متى؟ لما كان الهدف جميل، لما كانت الطريقة صحيحة بجد واجتهاد، ولما كانت النفوس سليمة. مشاهدينا الكرام، الرقم واحد رقم جميل، الوصول إليه جميل، لكن ما ننسى أن التنافس ليس مقتصر فقط على الدنيا، إنما على الدنيا وعلى الآخرة. ما ننسى أخلاقيات التنافس، ونحن نتنافس ونحن نحاول نوصل للرقم واحد، بل ناخذ الناس معانا للرقم واحد. كذلك في الأمور الأخروية، أحب أدخل الجنة وتنعم في الجنة، أخذ غيري معاي وأدلهم على الخير والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا الكريم المنان أن يجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.